السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل تشييع ألماني مبكر إضاقة من فرقاضة انتحارية في البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. وصفت وسائل إعلام ألمانية اليوم الثلاثاء إرسال فرقاضة إلى البحر الأحمر بمثابة انتحار. وكشفت صحيفة نورد دويتشر روندو فونك الألمانية عن ذعر يسود طاقم فرقاضة ألمانية تم استدعائها لإسناد البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر. وأوضحت الصحيفة بأن الفرقاضة هامبورغ ليست مخصصة لمواجهة الصواريخ البالستية ولا تملك حتى جهاز رادار لرصدها. وأكدت الصحيفة بأن طاقم السفينة يشعر بعدم الارتياح ناقلة عن عدد من الطاقم وصفهم للمهمة بالانتحارية. وهذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها ألمانيا مخاوف مسبقة من نشر فرقاضة في البحر الأحمر، رغم أنه سبق لها وأن نشرت أخرى قبل سحبها منذ أشهر. ولم تتضح بعد أسباب حديث ألمانيا عن عدم تجهيز الفرقاضة الجديدة برادار، وما إذا كانت رسالة لليمن بأن نشر الفرقاضة استعراضي أم تعكس توجها ألمانيا بعدم إثارة مخاوف الطاقم نتيجة الصواريخ التي تطلق بكثافة في البحر الأحمر. لكن نشرها بدون هذه التجهيزات يفقد قيمتها وتأثيرها في معركة محتدمة. يذكر أن قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كان قد تحدث في خطابه الأخير حول الدور الأوروبي مشيرا إلى أنه لم يتم استهداف أي سفينة له بقدر ما تشارك بعض سفنه في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة كانت تستهدف سفنا مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.